بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ فما لكم كيف تحكمون؟ الذين اتخذوا لله شركاء هم يعترفون بالله، لأن الشرك معناه الاعتراف بالشريك والمشرك. يبقى الله موجود ولا مش موجود معاهم؟ ما دام شركاء يبقى الله موجود ولا مش موجود؟ إذن قولهم شركاء لله في ماذا؟ الله أخذ بربوبيته الألوهية أن يطاع، لأنه خلق من عدم ورزق وخلق لنا وسائل العلم ودبر لنا الأمر وأخرج الحي من الميت وأخرج الميتة من الحي وهدى للحق. هتولي من هؤلاء الشركاء الذين اتخذتهم شريك صنع واحدا منهم، أو كلهم مجتمعين صنعوا واحدا من هذه الأشياء. هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ إذن اللي يهدي هو مين؟ الذي خلق. يبقى امتنع أن يكون خالقا بشهادتكم، ولئن سألتهم من خلقهم يقولون الله. ما دام خلق هو اللي ايه يهدي الى الحق. الشركاء دي اما ان يكون الملائكه، دون الملائكه الانبياء والرسل اللي فتنوا في رسلهم مثلا وعملوه مثلا اله، وسائط تانيه كالشمس والقمر والنجوم دي علويه، وسائل سفليه كالاشجار وكالايه وكالاحجار. يبقى كم حاجه دلوقتي؟ ملائكه، أنبياء، أشياء علوية كالشمس والقمر والنجوم، أشياء سفلية كالشجر والإيه. هل من واحد، هل واحد من هؤلاء يهدي إلى الحق؟ طب أنت واحد يقول إيه ويهدي إلى الحق، قل لي ما منهج الملائكة وكيف بلغكم، وما منهج النبي وكيف بلغكم. ده هؤلاء إن كان لهم منهج للهداية بلغوه، فما بلغوش إلا لمن يهدي في الأصل. إن كان لهم حاجة في الهداية لا يستطيع واحد منهم أن يهدي إلا إذا هدي، وما دام هدي يبقى من مين؟ من الله خالقه. فإن قلتم الملائكة هتهديكم، نقول لهم وجابوا الهداية منين؟ طب والرسول اللي انتوا فتنتوا فيه وقلتوا إله جاب المنهج بتاعه منين؟ ده هذا لا يهديكم إلا إن هدي من الله أولا. وأما إن كانت أشياء لا هداية لها ولا منهج ولا عقل ولا تفكير ولا لقاء، كالشمس والقمر والنجوم في العلويات وكالأشياء السفلية الأشجار والأحجار، طب قولوا لي ماذا قالت الشمس؟ قالت لكم الشمس اعملوا إيه؟ غايتكم ايه؟ طب اللي يعبدني هعمل له ايه؟ اللي ما يعبدنيش هعمل له ايه؟ طب النجوم قالت حاجه زي دي؟ القمر قال حاجه زي دي؟ الاحجار قالت حاجه؟ يبقى آلهة وشركاء بغير مناهج، يبقى لا يستقيم لهم الايه؟ لا يستقيم لكم الامر. قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق؟ قل الله يهدي الى الحق. ليه؟ حتى الذين يهدونكم من الملائكة مبلغين عن الله أو من الرسل ما قالوا الهدى إلا بالصدور عن الله سبحانه وتعالى. أفمن يهدي للحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى؟ لا يهدي احنا بنقراها كده، دي فيها عملية لغوية، عملية لغوية. اللغة بتيجي عشان تسقل الألفاظ وتخليها خفيفة على اللسان، فتقوم تغير في بعض الألفاظ التغيير اللي يخليها كأنها يعني
لما تنطقها تبقى غريبة شوية. احنا نعرف ان يهد يعني يهتدي، اصلها ايه؟ يهتدي. يهتدي فيها ايه؟ فيها ايه ساكنة، فيها تال، فيها ايه، فيها دال، فيها ايه، مش كده كويس؟ ايه هي يهتدي برضو. طب امال عملنا ايه؟ كل واحد منكم يجرب كده، التيه بتطلع منين كده، يحسها في اللسان، التيه التيه بتطلع منين، تلاقيها من طرف اللسان اعلى مش كده، والدال برضو قريبه منها، يبقى التيه والدال ايه، قريبين من بعض. ما دام قريبين من بعض خفه للنفس قلنا للتيه يا تيه خليكي دال عشان ما نقعدش، تبقى سهله. طب عايزين ندغمها ببعضها، الحرفين المدغمين لازم يبقى الاول ساكن، اذا هنسكن التيه، اما نلاقي ايه هي اصلها يا تا تا، وما دام هنعملها دال وندغمها في الدال يبقى لازم الاولى تبقى ايه، اي حرفين مدغمين يبقى الاول ساكن. لما سكناها الفتحه بتاعتها راحت على فين؟ ننقلها للهاء تبقى ايه، اما نلاقي ايه يها يهد دي يهد دي مش كده، او نتخلص من التقاء الساكنين بالكسره يهدي، ايه نتخلص من التقاء الساكنين بالايه بالكسره. يعني معناها على طول كده، اما لا يهتدي الا ان ايه، اذا فان كنتم على طريق هدايه تقولوا ده قالوا لنا حاجه كويسه، نقول له الكويسه دي جت من مين؟ من الله. تبقى ما تنفتنش في الفرع الصادر عن الله، عن مين؟ عن الاصل الذي هو مين. وان كانت الاشياء التانيه اللي ملهاش هدايه يبقى المنطق فيها واضح ولا لا؟ قل الله يهدي للحق افمن يهدي للحق احق ان يتبع، ما افمن يهدي الى الحق احق ان يتبع اما لا يهدي الا ان يهدى. فما لكم كايه اللي جرى لكم؟ ماذا اصاب عقولكم لتحكموا هذا الحكم؟ بقى تسوي هؤلاء الاشياء التي لا منهج لها، او الاشياء التي بلغكم عنها منهج هو موصول بالله، ثم تجعلوها شركاء لله؟ ما لكم كيف تحكمون؟ ساعة ما تسمع كيف دي فكأن العملية عجيبة، ما كان في عرف العاقل أن تحدث. تقول له كيف ضربت أباك، كيف سببت أمك، يبقى دي معناها أنك إيه، أن هذا أمر إيه عجيب، تأباه الفطرة ويبقاه الخلق ويأباه الدين ويأباه الطبع. كيف تحكم؟ إزاي تقول الحكم ده كأنه أمر إيه عجيب، ما كان يصح أن إيه، ما كان يصح أن يحكم. احنا قلنا بقى اللام والى في مساله يهدي لكذا ويهدي الى كذا، قلنا الفارق بينهم ان اللام للغايه والى للوسيله والسبيل الى الايه، الى الغايه. هل يوجد الشيء اولا ثم توجد غايته، ام توجد الغايه اولا ثم يوجد الشيء؟ بعد ما يوجد الغايه تنتصب ويوجد الشيء نقول طب والطريق الذي يوصل الشيء للايه، للغايه. المعري لما قال ألا من يريني غايتي قبل مذهبي، ومن أين والغايات بعد المذاهب، هو بيقول أنا كنت عايز واحد يبصرني بالغاية قبل الطريق. نقول له أصلك أنت نظرت إلى عقلك معزول عن خلقك، إنما لو نظرت بعقلك إلى خالقك لأعطاك الغاية ثم أعطاك السبيل إلى الغاية، أعطاك السبيل إلى الإيه؟ وإحنا كنا ضربنا زمان مثل وبيحصل في الشرط والجزاء، والشرط والجزاء ده والسبب والمسبب والعلة والمعلول. الناس تفهم زي ما قلنا ذاكر لتنجح مش كده؟ يبقى الأصل في المذاكرة غايتها إيه؟ النجاح. يبقى نهول لغاية للتاني، المذاكرة إيه؟ سبب للنجاح مش كده؟ بنقول كده، ما احنا بنقول ايه، انت ذاكر تنجح، الشرط سبب في الوصول الى ايه، الى الجواب. نقول له لا، ده كلام سطحي، ده الجواب هو السبب في وجود الشرط، الجواب نفسه إيه؟ لما تقول له انت ذاكر تنجح فكأنه ينصب النجاح في نفسه،
وعايز ينجح يقوم يعمل ايه؟ يبقى ما الذي يدعو الى الشرط؟ الجواب. لكن يبقى فيه دافع وفيه واقع، فالجواب سبب للشرط دافعا، ولكن الشرط سبب للجواب واقعا. يبقى فيه دافع وفيه ايه؟ فيه واقع. ان تذاكر تنجح. احنا في ظاهر الامر نقول ايه؟ الشرط ده سبب في وجوب الايه؟ الجزاء. نقوم نقول له لا، ده الجزاء في الاصل هو اللي سبب في الشرط. الجزاء في الاصل هو اللي ايه؟ سبب في الشرط. انت لما تحب تسافر الى الاسكندريه مثلا، تبقى الاسكندريه هي الغايه، هي اللي خلتك ايه؟ انا ركبت السياره وسافرت لقصد غايه مين؟ يبقى الركوب السياره سبب في الوصول الى مين؟ اسكندريه. لكن الوصول لاسكندريه هو السبب الذي دفعني لان اركب، السبب اللي دفعني لايه؟ يبقى اذا لازم تفرق بين الدافع والواقع. فالجواب دافع للشرط يبقى سبب، والشرط سبب لوقوع الايه؟ لوقوع الجواب. طيب، يهدي للحق ويهدي الى الحق، غايته والطريق الى الايه؟ الى الغايه. احنا قلنا ان الحق هو الشيء الثابت الذي لا يتغير، شيء ثابت لا يتغير. ما دام شيء ثابت لا يتغير، الله يهدي الى الحق اي للثابت الذي لا يتغير، يهدي الى الحق للشيء الثابت الذي يتغير، غايه وطريقه، غايه وطريقه. طب ايه اللي ربنا بيدعو اليه؟ قال لك والله يدعو الى دار السلام. كأن منهج ربنا كله عشان يعمل ايه؟ يوديك الطريق اللي يوديك لدار السلام. السلام من ايه؟ السلام من آفة الأغيار. ليه؟ لأن الدنيا كلها دنيا أغيار، تكون قويا فتضعف، تكون صحيحا فيصيبك المرض، تكون غني فتفتقر، تكون مبصر فيصير أعمى، تكون صحيح الأذن سميع فتصير أصم. الله، إذن دنيا إيه؟ اسمها دنيا الأغيار. وهب أن إنسان أخذ من دنياه كل حظوظه، عافية وأمنا وسلاما وغنى وكل شيء، نقول له سيظل في قلق من جهتين. الجهة الأولى يخاف أن يتركه هذا النعيم، أو يخاف أن يترك هو النعيم. يبقى الأغيار في الدنيا إيه؟ يتخاف أن إنها تخرج منك، يتخاف أنك أنت تخرج منها. إذن هو ده اللي بيحصل ولا لا؟ واحد يكون عنده نعيم فيموت ويسيب النعيم، خلاص؟ واحد يكون عنده نعيم في فترة وبعدين يفتكر كده يلاقي النعيم اتخذ منه. إذن آفة الأغيار في الدنيا، قمم الأغيار إيه؟ أن تكون في النعيم فتفقد أنت النعيم، أو يفقدك النعيم. يبقى دي دنيا الأغيار. يبقى مدام دنيا أغيار، يبقى إذن لا أمان لها. وليه كانت الدنيا أغيار؟ ليه القوي يصبح ضعيف والصحيح يصبح مريض؟ ليه؟ عشان نلتفت، عشان نفهم أن كل عطاءات المخلوق هبة من الخالق. لو بذاتك لحافظت عليها، لو كانت بتاعتك يبقى حافظ ايه؟ يبقى حافظ عليه، علشان يلفتك الى انها ايه؟ موهوبة كلها من الله. والموهوب من الممكن ان يصبح مسلوبا، الموهوب ممكن ان يصبح ايه؟ مسلوب. طب ما يبقى يدعو للحق، ده بقول للحق الشيء الثابت. قال لك لانك ستذهب الى دنيا، إما إلى نعيم مقيم في الجنة لا تفوته أنت ولا يفوتك هو، أو إلى شقاء والعياذ بالله في النار لا يفوتك أنت ولا تفوته هو. يبقى ده حق ثابت ولا لا؟ ما فيش له أغيار ولا أي حاجة. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. يعني أمر عجيب أن يكون حكمكم في هذه القضية. كان الواجب أن تسوق الشركاء دول بيعملوا إيه؟ يا ما بيعملوش زي الأشجار والأحجار والكواكب،
يا بيعملهم زي بعض الأنبياء والملائكة اللي بيعملهم جايبينه منين؟ جايبينه من ربنا. طب ما تروح للطريق على طول كده من ايه؟ من ربنا. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. كلمة وما يتبع أكثرهم إلا ظنا كأن في بعضهم يتبع يقينا. ما هو فيه ظن يبقى المقابل ايه؟ احنا قلنا زمان أن النسب التي تحدث بين الأشياء وتربط بين الموضوع والمحمول أو المحكوم والمحكوم عليه 6 نسب. شيء تجزم أنت به وشيء لا تجزم به، يبقى أدي نسبتين، في نسبة إيه تجزم بها ونسبة لا تجزم بها. طب نمسك النسبة اللي أنت جازم بها دي، النسبة اللي أنت جازم بها دي هي واقعة صحيح موافقة لجزمك ولا مخالفة؟ فإن كانت مخالفة لجزمك يبقى ده جاهل، لأنك جزمت بشيء غير على ضد ما وقع. تقول فلان كريم وهو مش كريم، أنت جازم بأن فلان كريم، نقول لك طيب صحيح فيه فلان وفيه كريم ولا ما هوش كريم؟ نقول مش كريم. تقول أنت جزمت بغير واقع، يبقى ده جهل ولا لا؟ ادي جهل. طب وان كان هو كريم؟ ام قال لك تستطيع ان تدلل على كرمه؟ تقول له ايوه عمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا وعمل كذا، يبقى ده علم يقين. وما استطعتش تدلل، زي العيل سمع ان فلان ابوه بيقول فلان كريم، قال لي ده ابوه او قال لي ده اخوه او قال لي مش عارف ايه. ولد مثلا شاف مثلا واحد شجاع في الطريق، قال فلان شجاع، جه قالها لاخوه، اخوه خد القضيه وقال فلان ايه شجاع. هل هو يدلل على هذا ويقدر يجيب الدليل؟ ما يقدرش، يبقى حكم بشيء هو واقع صحيح الا انه ما يقدرش يدلل عليه، يبقى مقلد. يبقى ايه الولد اذا احنا حفظناه قل هو الله احد الله الصمد لم يلد، العيل الصغير بيقولها قضيه ولا لا؟ الله احد، هو صحيح الله احد ولا لا؟ طب هل يستطيع الطفل ان يدلل عليها؟ ما قالها ليه؟ بيقلد ابوه او المدرس بتاعه، وبعدين لما يبقى عقله يتفتح يبقى يقدر يدلل. فان كنت جازما بشيء، الشيء ان لم يكن واقعا يبقى ده جهل، وان كان واقعا تستطيع ان تدلل عليه او لا تستطيع. ان كنت لا تستطيع ان تدلل عليه فانت مقلد لغيرك، وان كنت تستطيع ان تدلل يبقى ده الايه؟ العلم اللي على اصله بقى. يبقى العلم قضية مجزوم بها واقعة وعليها دليل، والجهل قضية مجزوم بها وغير واقعة، التقليد قضية مجزوم بها وواقعة إنما لا يستطيع التدليل. ده إذا كانت النسبة إيه واقعة. طب والنسبة الغير واقعة ما حصلتش، مادام ما حصلتش يبقى إما شك حصولها قد غير حصولها، إيه؟ ما تقدرش ترجح واحدة أو ده الظن، يبقى الظن إيه؟ تساوي نسبتين في الإيجاب والإثبات، بحيث لا تستطيع أن تجزم أنت بواحدة منهما، متساويين كفتين أهو. فإن رجحت كفة شوية على كفة يبقى ده الظن، والمرجوحة يبقى ده الوهم، يبقى غير المجزوم بها إما شك وإما ظن وإما إيه وهم. يبقى الظن هو إيه بقى؟ ترجيح كفة النسب على بعضها. أنا أظن كده، تبقى أظن يعني ما بتجزمش، وتظن يعني ما بتتوهمش، يبقى نسبة إيه؟ إنما أشك النسبتين قد بعضها، النسبتين قد إيه؟ قد بعضها. طب إزاي أكثرهم إلا الظن؟ أم قال لك لأن الذين يعارضون رسول الله إما أن يعارضوهم لمجرد العناد وهم بالقضية، وإما عن غير علم، بل كذبوا بما لم يحيطوا، بل كذبوا بما لم. الأول يقول حاجة غريبة، ده الشيء الغريب، ده هذا شيء عجاب، ده مش عارف ده إيه، غريب. لكن إذا تمعن في الأدلة يبتدي يعمل إيه؟ يؤمن. طب إن تمعن في الأدلة وجابت له القضية الحق وظل، يبقى معاند. اسمه إيه؟ اسمه إيه؟ معاند.
وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا. إن الله عليم بما يفعلون. ما دام عليم بما يفعلون يبقى لازم في خبايا نفوسهم، في خبايا أهم يكذبون لأنهم المسألة مش داخلة في عقلهم ولا هي داخلة في عقلهم بس بيعندهم. في قول الله في آيات مثلا أخرى أنهم إن هم مؤمنين بس ولكن الظالمين بآيات الله ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. وما يتبع أكثرهم إلا ظنا. إن الظن لا يغني من الحق شيئا، لأن الحق يكون شيء إيه؟ ثابت مجزوم به. إن الله عليم بما يفعلون. طب والتسجيل ده إن الله عليم بما يفعلون يعني لا يخفى عليه أنهم كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولا هم فهموه وبعد ذلك عاندوه وجحدوا بها واستيقنتها إيه؟ وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. أنت تقول مثلا في العبارات الواقعة بينه وبعضها ما كان لفلان أن يفعل ذلك. ما كان لفلان يعني إيه ما كان لفلان؟ يعني الأمر العقلي إن ما كانش يصح أن يصدر هذا الفعل من فلان، فكأن فلان كان يجب أن ينزه عن هذه المسألة. الله، ما كان هذا القرآن أن يفترى. يعني يقول إن الفطرة السليمة حين تستمع إلى القرآن وما فيه من سر الإعجاز والإخبار بالمغيبات التي لا تخضع لمنطق الزمان ولا لمنطق المكان، لو الناس فكروا فيها يقول لك مش مفترى ده، ده اللي قايله عليم خبير مش ممكن. ليه؟ قال لا، لأن القرآن جاء تصديق الذي بين يديه. يقال الشيء بين يدي يعني ايه؟ قدامي، سبقني. بين يدي يبقى انا ماشيين في الطريق كده ويجي واحد قدامي، يبقى هو الاول ولا انا ايه؟ وانا الثاني. طب وان كان مواجها لي يبقى جاي عليا كده، يبقى بين يدي تصلح للايه؟ للامرين. اللي انا ماشي في صف وياه يبقى هو قدامي. طب واللي جاي يبقى هو مقابل، هو ايه؟ مقابل. الكتب اللي وصل اللي هي الانجيل والتوراه والزبور سبقت نزول القران ولا ما سبقتوش؟ سبقت القران نزولا مش واقعا، سبقت القران ايه؟ نزولا. فجاء القران وهي بين يديه يعني قدامه، فجاء القران مصدقا لها. مصدقا لها اي يصدقها ام تصدقه؟ هي تصدقه ولا هو اللي يصدقه؟ يبقى الاثنين مصدقا. مصدق قال لك لان الكتب اللي قبل كده قال ومبشرا برسول ياتي من بعد اسمه احمد، فلما جه احمد والقران نزل عليه اصدق الانجيل في قوله هذا. طيب هو خلاها صادقه فيما ايه؟ لان هو قالت ايه؟ حياتي رسول وهو جه الايه؟ والرسول جه والقرآن. طب وهو مصدق له، مصدق له لأن كل الأشياء الثابتة في العقائد الأصيلة هي إله، وهو إيه؟ إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى وإلى 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 وشرع لكم من الدين ما وصى به، يعني ما فيش حاجة عجيبة. إذن ففيه أصول اتفقت عليها كل الكتب، وفيه أخبار هذه الأخبار قالتها الكتب، وجاء رسول الله فأخبر عن القرآن بها. نجي نقول لهم تعالوا بقى، هذا الرسول الذي أخبر بما عندكم ولم يكن من أهل كتاب ولا علم شيئا، من أين جاء بهذه الأشياء؟ يبقى إذا لما هو يقول اللي عندكم يبقى كأن الكتب دي بتصدقوا، كأن الكتب صادق لأن دي حصلت، صادق لأن دي حصلت، صادق لأن دي حصلت. فإن قلتم إن هو
جابها منها نقول انتوا بشهادتكم انه ايه لم يجلس الى معلم ولم يقرأ كتابا وتاريخه وسيرته مشهورة لأنه من أنفسكم قدامكم هو ولم يعلم عنه أنه زاول كلاما بليغا ولا قال خطبة ولا قال شعر ولا اتكلم في حاجة من دي أبدا وبعد ذلك فوجئ بهذا البيان الرائع. يبقى مين اللي جايبه منين؟ يبقى إذن أنتم هو تقولوا له أنت اللي جايبه وهو يقول لا ده مش أنس. من الذي ينسب إليه الرفعة ثم يقول لا ده مش أنس؟ ده بينسبها لمين؟ ده أنا بقول أنا مبلغ. ولذلك ربنا يقول إيه؟ رد عليهم وقول لهم فقد لبست فيكم عمرا من قبل أفلا تعقلون. طب أنا هل أسأت أنني خطبت مرة أنني قلت كلام أنني جبت بلاغة أنني قلت فصاحة؟ ما قلتش حاجة من دي أبدا. ثم الأشياء التي في كتبكم وجاء القرآن. ولذلك شوف ما كنات القرآن وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم ودي سبت عندهم ولا لا. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا. الله كل ما كنت ما كنت ما كنت ما كنت يعني معناها فكيف أخبرت بما لم تكن فيه؟ لأن الله حق هو الذي أخبرني وأخبرني بما وافق ما إيه ما عندكم. وبعد ذلك مصدق لما بين يديك أي لما لكل حدث يأتي بعد ذلك. لأن احنا قلنا إن القرآن خرق حجب وحجز. الأشياء الغيبية تحدث بسببين. السبب الأول أنك تتكلم عن شيء سبق زمانك يعني الماضي. تتكلم عن ايه؟ الذي جعل الماضي غيب عنك محجوز بحاجز ايه؟ الزمن. الزمن الماضي. فاذا اخبرت عن الماضي ولم تكن من اهل الاطلاع ولا اهل التعلم يبقى الذي يعلم هو الذي ايه؟ ادي وما كنت وما كنت وما كنت وما كنت. طيب والشيء الحاضر اللي موجود دلوقتي محجوز بإيه؟ بمكان. أنا دلوقتي أخبر اللي في اللي قدامي دي إنه ما أقدرش أخبرك في هذا الزمن الواحد في اللي في اسكندرية إيه؟ مش في اسكندرية في اللي في العتبة إيه؟ ما أقدرش أخبرك. يبقى الحاجز هنا حاجز الإيه؟ يبقى مرة يجي الحاجز الزماني ده في الأعمال الإيه؟ الماضية. وفي الأمور الحاضرة اللي يحجزني إيه؟ حاجز المكان حاجز. طب وفي أمور المستقبل حاجز الزمان والمكان. يبقى لما يجي القرآن يخبر بشيء ماض لم يشهده رسول الله ولم يتعلمه ولم يقرأ عنه يبقى القرآن خلق حجاب الزمن الماضي. طب وإذا أخبر بشيء حاضر في غير ما يبقى خلق حجاب الزمان المكان. لما يجي يقول إيه ويقولون في أنفسهم لولا يعزمنا الله ما يقول. طب ده القرآن هو اللي بيقول. بالله لو القرآن قال ويقولون في أنفسهم وهم قالوا والله ما اتكلمنا ولا قلنا حاجة في نفسنا. إنما هم قالوا في نفسهم ولا لا ما قالوش إن ما قلناش. يبقى إذن خلق إيه حاجز المكان في نفسك قال اللي في نفسك. الله. طب ولما يجي يخبر عن أشياء لسه زمانها حيجي يبقى خرج حجاب الزمن الإيه. يبقى الإخبار بالغيب في القرآن إما خرق لحجاب الزمن الماضي وإما خرق لزمان الحال وإما خرق لزمان ومكان الاستقبال. لما يجي الرسول عليه الصلاة والسلام وينزل عليه الإيه؟ القرآن وهم أمة ضعيفة مغلوبة لا يستطيعون حماية أنفسهم ولا أحد يجير على أحد ويضطهدوا والنبي يفر عشان يلتمس مجير من الطائف وبعدين ما يلاقيش يعني مسألة متعبة ولا مش متعبة وفر إلى الحبشة وروح اهرب منهم هنا وروح هنا مش قادرين يحمي نفسهم. وبعد ذلك في ظل هذه الأزمات كلها يوم ينزل الله القرآن سيهزم الجمع ويولون الدبر. حتى عمر نفسه يقول أي جمع هذا احنا قادرين نحمي نفسنا. فلما يجي في بدر ويشوف الحكاية. طب لما يجي الوليد بن المغيرة في عظمته وجبروته كده يقول سنسمه على الخرطوم لأنه كان تملي يعني شامخ بإيه
يقول لك فلان شامخ بأنفه، مش كده بنقول؟ أله الأنف ده الشامخ به ده هن إيه؟ هنضربوا عليه كده ومنك، وقوم يجوا في بدري يلاقوه ايه مضروب على ايه. الله، طب من يبقى في عز ذلتهم وفي عز انكسارهم وفي كل الحاجات دي، وبعد ذلك القرآن يجي يخبر عن شيء ايه؟ بالله لو ان رسول الله لم يكن مخبرا عن الله اكان يأمن ان ما يحصلش حاجة من دي فالذين امنوا به يرجعون عن الايمان؟ يقولوا ما هو قال هيحصل ولا حصلش. إذا حين يقولها رسول الله يبقى إيه؟ يبقى واثق من أنها إيه؟ ستكون. ولما يثق بأنها ستكون ويقولها وقوته غير قادرا على حمايتها الآن، يدل على أن الذي أخبره قادر على إنفاذها في أي إيه؟ في أي وقت. طب إذا كان بقى القرآن مفترى، تبقوا أنتوا عرفتوا أنه مفترى، طب ما تفتروا زي افتروا زي، مش انت قلت ده مفترى؟ بل افتراؤكم اولى. ليه؟ لانه هو ما قالش انني بليغ ولا شاعر، وانتم ما شاء الله فيكم الشعراء وفيكم البلغاء وفيكم الخطباء، يبقى نقول اللي اسهل بقى ان يفتري واحد منكم ولا يفتري محمد؟ طب محمد ما يعرفش بالكلام ده، فاذا كان افترى تبقى انتوا ايه؟ افتروا زيه يا اخي، تبقى سهله اوي. يبقى ده الرد عليهم ولا لا؟ ان قالوا مفترى قل لهم أنتم أحق بأن تقولوا مثله، وما دمتم علمتم أنه مفترى فافتروا مثله. هاتوا واحد ملوش أبدا صلة بالبلاغة والفصاحة ويقول، لا هاتوا فصحاءكم كلهم وخلهم إيه يقولوا، ما دمت أنتم كده يبقى الكلام بتاعكم كده. لما يقولوا سحر مثلا، ده سحر، يقول قال له سحر العمل إيه يا سيد الساحر؟ قال ده سحر العبيد وسحر الضعاف وسحر الله، وجابهم في الإسلام. قال له طب اللي سحر دول ما سحركوش انتوا الاخرين ليه؟ طب ما كانت سهلة قوي، لا ما دام بنسحر اشمعنى انتوا ما انسحرتوش؟ بقاؤكم من غير سحر يدل على ان كلمة السحر دعوة كاذبة. ايه كاذبة؟ ام يقولون افتراه؟ الرد بقى ايه؟ ما دام افتراه والافتراء انتوا فهمتوه وقفشتوه في الافتراء، هاتوا لنا زيه بقى. وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله ولكن تصديق الذي بين يديه، وما دام التصديق له والتصديق للكتب له، الاثنين تصديق متبادل، الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه، يبقى في حكم حاجة تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب، كل الأحكام موجودة فيه. الله، طب ما الكتب دي كانت كل الاحكام؟ قال لك كل الاحكام التي تجد الى ان تقوم الساعه. الاحكام دي كانت موقوته بازمنها وايه وامكنتها، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه. لا ريب فيه يبقى فيه كم حاجه؟ تصديق لما بين يديه، تصديق منه وتصديق منها، تصديق منه لها وتصديق منها لا، وتفصيل الكتاب كل أقضية الحياة جبهة ليه ودك ما فيهاش إلا كانت مناسبة لزمانها ولإيه ولأمكنتها ولا ريب فيه. ليه ما فيش فيه ريب؟ ليه ما فيش فيه شك؟ ما هم الناس الإيه ارتابوا. قال لك لا، ده اللي يفضح ارتيابهم أنهم قالوا ما هو الكذاب ده ما يقدرش يحرس كلامه. قالوا ايه؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يبقى كأن القرآن ما فيش فيه ايه؟ ما فيش فيه عيب. العيب انه ايه؟ انه جه على لسان الرجل ده. يبقى المسألة مش في القرآن بقى. يبقى اذا لا ريب فيه حتى من الكافرين به. ام يقولون افتراه؟ قل فأتوا بصورة مثله. بصورة؟ أم قال لك لا، التحدي مرة بالكتاب، ائتوا بكتاب مثله. وبعدين ما غدروش، قال حنتنزل وياكوا شوية بعشر سور مفتريات زي ما بتقول، برضو ما جابوش. أم قال لهم طب هاتوا ايه؟ سورة. وسورة مش من نعم زي القرآن، بس مثله ولو قريبة منه كده شوية. لا دي للكل ايه غدروا عليه ايه؟
ولا عشر سور غدروا عليه ولا ولا سورة مثله غدروا ايه غدروا عليه. وانا بطلب منكم انكم تدعوا كل اللي عندهم قدرة على الاداء. هو افترى وهو وحده، فافتروا وانتم جميعا. شوف افترى وهو ايه، وليست له صلة بالاساليب، وليس له صلة بالكلام ولا بالبلاغة ولا بالفصاحة، وانتم لكم صلة. ادعوا من استطعتم، بس يوم هقول لكم حكاية. ادعوا من استطعتم. طب هم هيقولوا طب ندعو الله ان يقول مثل هذا؟ الله يقول ولا ما يقولش؟ يقول ام قال بس من دون الله؟ ايه وتحشروا ربنا في الحكاية دي؟ ادعوا من استطعتم من دون الله. اوعوا تقولوا هنجيب الشركاء كلهم، هنجيب ربنا وياهم، وربنا يقدر يا اخوي، مش كده ولا لا؟ ام قال ايه؟ لا، اوعوا تجيبوا الله وياهم، سيبوا الله كده في حاله اللي مش مؤمنين بيه، وهاتوا الشركاء من دون مين. شوف شوف الاحتياط، لانه لو 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 يقول ادعوا 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 من استطعتم، هو الكفار اللي لمضى يقول لك ايه؟ سندعو الله ان يقول مثل ذلك. كلام كويس. يقول لا، ما تدخلوش علينا بالحكايه دي. ادعوا من استطعتم، بس مين؟ سيبوا ربنا في جنب كده وهاتوا شركائكم. وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين في التحدي، في ان هو يقدر يجيبه. اراد الله سبحانه وتعالى ان يصنفهم، فقال بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه. دول اللي اتخذوا على اغماهم الاول، يحدثوا بشيء كده مش عارفينه، والناس اعداء ما جهلوا فكذبوا به قبل ان يتبينوا مواقعه، ان يتبينوا جمال الاداء فيه، قبل ان يتبينوا كذا. ولذلك اذا وجدت لهم فرصه ان يتبينوا فيه جمال الاداء وجمال الاعداد لازم يجوا مؤمنين. عمر بن الخطاب كان شكله ايه في الجاهليه؟ مش لما علم ان اخته وزوجها اسلم راح عشان يعمل ايه؟ طب وبعدين ام ضربها ولا ما ضربهاش؟ وسال الدم منها ولا ما سالش؟ سيل الدم من اخت بضربه اخيها مثير لعاطفه الحنان. عاطفه الحنان دي ادت غريزه العناد عنده، وخلته بقى يستقبل القران بروح تانيه. فاستقبل القران بروح تانيه فذهب فامن برسول الله. نعم. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. ما عرفوش مراميه، بمجرد ما طلع واحد يقول كذاب كذاب، طب اسمع شوف هيقول ايه، اسمع شوف هيقول ايه. ولذلك ومنهم من يستمع اليك حتى اذا خرجوا من عندك قالوا للذين ايه اوتوا العلم ماذا قال آنفا، يعني هو قال ايه، ايه اللي قاله ده، دل على انهم ما فهموش هو اللي ايه، هو اللي قال ايه. قل هو للذين امنوا ايه هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في اذانهم وقر وهو عليهم عمى. ليه؟ لانه داخل بعقيده مملوءه بالبغض لقائله وللكتاب، فمش ممكن ابدا الحكم يبقى صح. ان اردت حكما صحيحا فاخرج ما يناقض ما تسمع من قلبك، ثم استقبل الأمرين جميعا واجعل لقوي الحجة أن يدخل قلبك. أما إن قلبك يبقى ممتلئ بقضية وبعد ذلك تسمع قضية أخرى، لا يمكن، لازم تخرج دي وتستقبل الأمرين معا. ولما تستقبل الأمرين معا اسمح للذي يقنعك أن يدخل، اسمح للذي يقنعك أنه إيه، انما تدخل بكده بمسبق بعقيده وعايز تكذب ما يمكنش تهتدي الى ليه. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما ياتهم تاويله. تاويله يعني ما فهموش مراميه، ما فهموش المرادات منه، ولكن الذي يفهم المراد منه كان يسيب الحجج كده تدخل وتتلطف وتدخل على ايه، على قلب. اذا احنا كنا قلنا زمان ان فيه فرق بين فاعل الشيء وقابل الشيء، فاعل الشيء وقابل الشيء.
الفعل شيء وقبول الفعل شيء آخر. قبول الفعل إنك أنت تكون خالي من عداوة الفعل وتطردها بعيد كده وتسيب الفعل يفعل واللي في قلبك عليه وضده يخرج وتخليهم الاثنين بره قلبك وتسمح، وبعدين تسمح لمين؟ للكويس إنه يدخل. إنما يفضل مفيش ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، يبقى لازم في قلبك حاجة طلعها الأول وبعدين نتكلم. إنما جاي لي وفي قلبك حاجة ما تنفعش فخرج دي ليه؟ لأن إحنا قلنا زمان لما حبينا نضرب مثل بالفاعل والقابل، الناس فاهمين إن بمجرد فعل الفعل يحصل الأثر، يقول له لا، لابد أن يوجد قابل للفعل، قابل للفعل. فأنت إذا جئت مثلا بحديد بارد وقعدت تضرب فيه، نقول الفاعل وهو الطرق موجودة، ولكن القابل للطرق غير موجود لأنك ما ألنتش شوية بالنار، يبقى لا يقال أنك لم تفعل، أنت قعدت ترجع بالمرزاب به وبعدين ما عملتش حاجة، هل يقال أنك لم تفعل؟ لا فعلت، إنما القابل كان قبل أن تفعل، لازم يعد القابل للفعل للفعل، ولذلك يكون الفعل واحدا والقابل مختلف فيختلف. الفعل ما اختلفش، إنما اللي اختلف إيه؟ قابلية الفعل وعدم الإيه؟ وعدم القابلية. إزاي بقى؟ تعال بقى قدامك مصباح فتيلة كده بالغاز والبتاع، وبعدين إيه؟ نفخت فيها، انطفت ولا ما انطفتش؟ خلاص؟ يبقى الفاعل حصل والقابل قابل. لكن تعالى في لمضة كهرباء وقعد في ريحة كده طفت اهو، ده انت نفخت، يبقى الفاعل موجود ولا لا؟ انما القابل للنفخ مش موجود، مختلف، يبقى مش ممكن تيجي. واحنا ضربنا مثل زمان اقوى من كده، وقلنا انت مثلا في الشتاء الدنيا برد فتخرج في تلاقي الجو برد قوي، تقوم تمسك ايديك اطرفك هي اللي بتسقع الاول، تقوم تعمل ايه؟ تنفخ فيها عشان ايه؟ عشان تدفي. الله، بقى ايدك البارده بتدفاها بايه؟ بنفسك. طيب وجيب كوبايه الشاي وتشربها لقيتها سخنه، بتعمل ايه؟ طب بتنفخ فيها ليه؟ الله، طب بقى بتنفخ فيدي عشان تسخن وبتنفخ فيدي عشان تبرد، نقول له الفاعل واحد ولكن القابل مختلف. فالذي يسمع القرآن أفي جوفه شيء ضده، هو ذا اللي يقول ماذا قال آنفا، وإيه يعني قال إيه؟ يقول له أصل في قلبك حاجة، أصل في قلبك خرجه علشان تبقى قابل للإيه؟ للفعل. بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله. الله، إذن التأويل هو ما يرجع إليه الشيء، أكن في القرآن حاجات هيجي لها تفسير، يجي لها تفسير. لما يجي القرآن يقول قضية غيبية ثم يأتي الزمن فيؤكد القضية، يبقى اللي ما أمنش يقول إيه؟ يقول الله، إزاي الحكاية؟ يبقى جاله تأويله ولا لا؟ فالجماعة دول كذبهم قبل ما يجيهم الإيه؟ قبل ما يجيهم الايه؟ التأويل. وعدم مجيء التأويل هو ده اللي بيأخر الحق عن مجاله وعن زمنه. لكن لما يجي التأويل يقوم يوضح الايه؟ يعني مثلا عمان بن ياسر صحابي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما جت المعركة بين معاوية وبين الإمام علي مثلا، وبعد ذلك قاتل في صف مين؟ علي. في صف معاوية. عمان في صف علي. خلاص، في صف علي. بعد ذلك اتقتل عمار، فالصحابة تنبهوا إلى تأويل حديث من رسول الله، قال ويح عمار تقتله الفئة الباغية. طب هو كان من اللي قتلوا؟ اللي ويا معاوية، لأنه كان ويا مين؟ ويا علي. تبقى الفئة الباغية مين؟ معاوية. قام الناس الصحابة انصرفوا من جيش معاوية وذهبوا إلى إيه؟ ليه؟ لأن جاهم تأويله، جاءهم الايه؟ التأويل. فإذا الذين كذبوا رسول الله
كذبوه لأنهم لم يخرجوا ما في أنفسهم ليسمعوه ويعلموا علمه، أو ينتظروا أن يجيء إيه تأويله. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.